audio jump مرحبا وكيفكم شو اخباركم رجعت لكم فيديو جديد ورمضان مبارك وينعاد علينا وعليكم بالخير والصحه والبركه يا رب اليوم رح اشارك معكم طريقه السمبوسك والششبرك طريقه هوينه كثير وسهله ان شاء الله تعجبكم يا رب ويلا خلونا نكمل الفيديو سوا ترى في عنا هون هي اللحمه كيلو لحمه شقد ما بدك انت فيك تستخدمي كبابه وهلا هي البصل فرمته وملح وبهار مشان نقلي اللحمه مشان هلا رح نحطهم بالمقلاه ونقليهم مشان العجينه يعني وهلا حطينا معلقه بهار بهار حلبي يعني معلقه اكل ومعلقه ملح مشان نقلي اللحمه وهلا كمان ضفنا البصلة فوق اللحمة مشان نقليها سوا يتقلوا سوا وهلا كمان راح اضيف شوية بقدونس مفروم البقدونس مشان السمبوسك يعني مشان حشوة السمبوسك اما الششبرك لا بدون بقدونس بلا في معنا جبنه جبنه خضراء وهي جبنه موزاريلا اشقوان اللي بتحبي يعني طبعا فيكي تحطي نوع جبنه واحد ما تخلطيهم سوا يعني انت المتوفر عندك بالبيت طبعا بس الاطيب انه تخلطيهم سوا وحده مالحه ووحده بتمط هيك حلوه بيطلعوا طيبين هلا بشرت الجبنه الموزاريلا وحطيت لها شويه ملح وهلا رح احط لها النعناع ورح احط لها فلفله حمراء يعني طبعا قلت لك انه هذا ذوق شخصي اذا بتحبي تحطيهم واذا بتحبي لا يعني وهلا حطيت الجبنه الخضراء كمان بشرتها فوق تسوقون مع بعضون انا حبيت التنتين سوا لانه وحدة مالحة ووحدة حلوة بيطلعوا طيبين مع بعضون يعني مشان هيك خلطتهم سوا وهلا هون كمان هي عنا اللحمه تبعيت الششبرك حطيتها قليه حطيت لها كمان ملح وبار والبصل هلا رح احكي لها البصل بس تستوي اللحمه شوي طبعا هي ما حط بقدونس ولا شيء وسويت اللحمه هلا اول شيء مشان يبردوا يعني قبل العجينه مشان تبرد اللحمه نقدر نشتغل فيها هلا هون صارت عندي جاهزه هي لحمه الششبرك وهي الحشوه تبعيت السمبوسك اللي بجبنه واللحمه عم بستنى هي تبرد هي كليتهم جاهزين هلا رح نبلش بالعجينه لا رح نجهز عجينه الششبرك هلا ملاح ملح ومي دافيه والطحين حطينا الطحين بقلب وعاء يعني وراح نكتله هلا الملح والمي الدافيه ونعجنهم مع بعضهم طبعا المقادير هلا هي كل كيلو طحين حسب استوعاب المي يعني اللي عندك يعني في طحين مثلا بيستوعب اكثر من طحين مي فانت بدك تحددي هذا الشي يعني ما فيني اعطيكي مقدار للطحين تمام لانه كل طحين استوعابه شي بس تقريبا كل كيلو طحين بياخذ كوب ونص مي للكوب وربع حسب كل كي. يعني كل طحين استوعابه شيء مشان هيك ما فيني اعطيكي طريقة يعني انه بالتفصيل هلا بنجي لعجينه السمبوسك كمان نفس الشيء هلا رح نحط الطحين وحطينا له هذا حبه بركه زياده معلقه سكر صغيره ومعلقه ملح وبس يعني كمان انه ما حطينا له شيء ثاني بس هيك لا بيضه ولا شيء واخر الشيء رح نحط له زيت مازولا يعني نص كوب زيت مازولا بس هيك وكمان المي نفس الشي تقريبا لكل كيلو طحين كوب وربع مي دافية كوب ونص حسب استوعاب الطحين يعني انت فيك تضيفي شوي شوي وتشوفي العجينة بتلزق اول شي بايديكي بعدين لحالة بتلملم بس انا كويس طبعا ما بده عجنة كتير وكتير هوين عجينته وكتير بسيطة وعن جد كتير طيبة وهلأ شوفوها بالاخير يعني انه شكلها بشهي طلعت وهلا رح نضيف النص كوب الزيت زيت مازولا يعني هلا اخر شيء مشان تتلملم فيه العجينه ومشان بس لعجينه السمبوسك حطينا زيت اما لعجينه الششبرك لا بس ملح ومي دافيه والطحين بس يعني وعجناها بس هاي ضفنا لها معلقه سكر صغيره وضفنا لها الزيت هذا الفرق بين التنتين يعني وهلا بعد ما عفنا العجينه ترتاح تقريبا نص ساعه هلا بلشنا نقطعها ونكورها هيك على هالاشكال مشان نشكلها يعني هلا جينا لهون هلا رح افرجيكم هي الاله هاي, هاي عجانه اسمها هون بتركيا موجوده يعني بكتير محلات وهيك بصراحة مرت عمي هي لمرت عمي يعني جايبتها من سوريا بس هي منزلي إياها من تركيا وأنا هون بتركيا ما شفت منها تمام بيقولوا في منها وبيقولوا في منها بالسعودية وهيك بس أنه أنا محلات ما شفت فيها منها لحتى أفيدكم فيها يعني بس مرت عمو جايبتها معها من سوريا هي يعني إجتها من تركيا بس يعني لسوريا بس هون أنا ما شفت منها بعرف إذا في منها بمحلات أنه كان فدتكم في فيها هلأ هاي لها هون عيارات بتعيش عيار العجينه شقد بدك يعني في بتع يعني شوفي بتبعد وبتقرب مشان قياس العجينه شقد بدك قياسها وكتير كتير كويسه وهوينه للعجينه عن جد يعني ما بتحسي شلون بترق العجينه ما بدك شوبك ولا بدك شيء كتير هوين الشغل فيها يعني كتير بتلاقي فرق عليها بس صدقوني ما بعرف انه وين موجود منا بتركي اذا في وحده من الصبايا ما بتعرف يعني انه وين موجود منا تكتب لنا تحت بالتعليقات وانا بثبت تعليقها مشان كل الصبايا يشوفوا لانه عن جد يعني اختراع كتير حلو هاي طبعا من زمان من سوريا بنستخدمها بس انه حبيت افرجيكم اياها هلا شوفوا شلون بترق العجينه بتطلع فورا العجينه رقيقه وبتشكليها الشكل اللي بدك اياه هلا عم نقطع قطعناهم هيك شكل دوائر وعم نحشي اللحمه مشان عجينه الششبرك هاي فيكي ترقي فيها اي انواع عجينه بتعمل عجينه مشان المعكرونه كمان بتعمل كتير اشكال يعني بس انه نحن بنرق فيها عجينه كتير كويسه ما بنعملها للمعكرونه لانه يعني ما في داعي لشغل المعكرونه بالبيت وهيك بس للعجينه عن جد ممتازه وبنصح فيها يعني اللي بتشوف منها عن جد تشتري منها انا هلا اشوف منها يعني باخذ منها بس والله انا ما شفت منها هون وهلأ هون هي عم نشكل عجينة الششبرك بعد ما حطيناها ويعني حطيت في قلب اللحمة لزقتها ولفيتها وهيك هي صار شكلها صارت جاهزة يعني العجينة كليتها هي عجينة الششبرك هلا انا رح احطها بالفرن عجينة الششبرك انا بحطها بالفرن تقريبا عشر دقايق ما تأخذ لون بس تمسك حالها شوي بعدين بطالعة هلا حطيتها بصواني هيك وانا هلا بحطها بالفرن عشر دقايق وبطالعة من الفرن يعني قبل ما احطها باللبن هيك وحتى اذا كنت فرزيه اذا يعني بدك تحتفظي فيها في البراد كمان بتحطيها بالفرن شوي بعدين بتحطيها عن جد بتطالعيها رائعة وقت بتطبخيها بتضل على هالحجم شوفوا ما اخذت لا لون ولا شيء بس مسكت حال العجينة ما بقت لذة بتطلع رائعة هلا ضلوا هذا الحجم باللبن بضلوا هذا الحجم يعني ما بيتغير حجمهم بعد ما طلعناهم من الفرن كلهم فوق بعضهم ما في مشكله ما بيأثر عليهم شيء يعني لانه هن مسكوا حالهم يعني هلا رح اطبخ خش معكم هلا عندي لبن حطيت اللبن طبعا الكميه اللي انت بتريديها حسب عيلتك شو قد الكميه اللي بدك تطبخيها انتي وحطيت له بيضتين وحطيت له ملح لانه هي كميه لبن منيحه مشان هيك حطيت بيضتين هون عنا اللبن بيفرط اذا ما حطينا له بيضه بيفرط يعني او في منهم بيحطوا له نشا بس بصراحه انا فضلت البيضه يعني بيطلع الطعم اطيب بالنشا بتختلف طعمته هيك حسب تجربتي يعني وطبعا اللبن عم باخده من عند السوري اللبن السوري اللي بيجي علب كبار ما من المول من المول ما بيطلع الطعمة الطيبة كثير لا بفضل اخذ اللبن من المحلات السوريه وراح تضلي عم تخفقي فيه وما لازم تعيفيه ابدا ابدا ولا ثانيه ما بصير لي ايدك من اللبن لانه بس شلنا ايدنا من اللبن رح يفرط اللبن مشان هيك لازم نضل عم نحرك اللبن لحتى يغلي بس غلى معنا من كتله المي تمام هداك الوقت يعني فينا ما نضل عم نحرك فيه بس طالما انه قبل ما نكتله اللبن لازم انه قبل ما نكتله المي عفوا لازم انه نضل عم نحركه هلا هون خلصوا معنا كل الششبرك هلا هي هون كليته صار جاهز وشوفوا اللبن شلون بلش يغلي هلا رح اضيف له المي فوقه بالتدريج بتكتي المي شوي شوي هلا انا بحط لكل سطل لبن نص مي هلا هن بيحطوا سطل بسطل بس هون بما انه اللبن هذا خفيف ما مثل لبن سوريا وما لبن غنم يعني نظامي لنحط سطل بسطل انا بحط سطل لبن نص سطل مي هيك يعني معيرته هلا هذا المي لونه هيك لانه انا كيت بسطل اللبن نفسه يعني المي ومحركته فيه ورجعانه كيتته هون مي بارده من الحنفيه ما بكت مي سخنه يعني عادي او انه بتكون المي دافيه ما بيأثر سخنه يعني حسب اللي موجوده المي عندك اذا كانت سخنه مشان ما يعني انه يطول بالغلي عادي بس انا بحط مي من الحنفيه مي بارده يعني بعبي نص السطل وبكتب بالتدريج وبحرك فيه لحتى شوي يرجع يسخن هلا كنت تمام سخن معنا اللبن هلا رح انزل بقلبه الششبرك اللي حطيته بالفرن ومطالعته جاهز شوفوا شلون كتير هوين انه تحطوه بقلبه وشي ما بتتعذبوا لانه خلص نشفات الحبات وهلا هيك عم نحركه كلياته سوا وهلا بعد ما هيك اللبن شوي تسبك معنا يعني سمك شوي بعد ما كتينا العجينه هلا رح نقلي لحمه ورح نحط لها كزبره وثوم وملح يعني ونكتلو اياها كويه في منهم بيحطوا دهنه في منهم الموجود عندك يعني طبعا بس انه لازم نكتلو كويه في منهم ما بيحطوا له ثوم وكزبره في منهم بيحطوا له نعناع بس نحن لا انه ششبرك بنحط له ثوم وكزبره النعناع بنحط له لللبنية بنحط نعناع وثوم يعني تمام بس الششبرك لازم انه ومو كزبرة. هلا من بس اشقروا شوي رح اكتهم فوق اللبن وبعيفه كم غلوه هيك يتشربوا مع بعضهم وتمام بنطفي عليه بصير جاهز هلا هو عم يغلي هيك هلا رح اكت فوق الكويه وغلوتين ثلاثه وخلص تمام بطفي عليه الغاز انه صار جاهز وشوفوا العجينه من طالعه شكلها نفسها على قدها يعني ما اختلفت ابدا ابدا يعني ما كبرت ما فنشت الحبه لانه نحن حطيناها بقلب الفرن هلا كتينا على الكويه هلا بلشنا بالسمبوسك هي عجينه السمبوسك كمان رقيناها بالرقاقه نفسها اللي ورجيتكم اياها شوفوا هيك هالاشكال تطلع الشكل اللي بدك اياه وهي القالب موجود عندي هذا القالب يعني طبعا مع ايدنا بنسكرهم على القالب يتسكروا على الايد حطينا فيهم لحمه حشينا منهم لحمه ومنهم جبنه يعني من نوعين وكمان فيكي تحتفظي فيهم بالفريزة اذا سويتي كميه منيحه بتجمديهم بتحطيهم على كيس نايلون بس جمدوا بتعبيهم نحن نعبيهم بعلب كرتون وبنحطهم بالفريزة يعني وامت ما بدك بتطالعيهم هيك شكلهم عن جد العجينه طلعت كثير كثير طعمتها طيبه يعني بما انها ما لها شيء وما وما في منهم بيحطوا لها بيضه بس عن جد والله هي طعمتها رائعة وعلى فكرة هلا أنا آخرت الفيديو اللي عم بصور لكم يا هون هلا هدول ما أول نهار هذا ثاني نهار مسخنتهم ومصورتهم يعني ما, ما نفس الفيديو اللي نزل بأول نهار إنه هون عم بقليهم هي أول نهار وهلا بقسم لكم بس الصحون اللي باخرة التقديم هذا ما اول نهار هذا تاني يوم لانه اول نهار كنت كتير معبوطة وعم بشتغل كتير كميات وهيك فمشان هيك ما قدرت انه اصور هي اول نهار شوفوا شكلهم شلون هي اول تسخينة يعني عن جد بجننوا كانوا طعمتهم كتير طيبة وقرشتهم بيقرشوا وهلا بكسر لكم اياها شوفوا قلبها من جوا شلون كلهم مقرمش عن جد بنصحكم تجربوها عجينة كتير طيبة وهوينة وما بدها شي وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وبتشكركم كثير كثير على تعليقاتكم الحلوه وعلى اللايك واذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا لي لايك وتشتركوا بالقناه بحبكم كثير كثير واستنوني في فيديو جديد وهلا بقول يلا سلام